خبز سوردو بدون عجن، مثل ما شايفين خبز كتير خفيف متفتح اللب، طري قشرته هشة ولذيذ جدا. طريقة عمله: أول شي منضيف المي المائل للبرودة، يعني خاصة بالصيف. طبعا المكونات موجودة بصندوق الوصف. بضيف فوق منه الدقيق، أنا بستخدم هون دقيق T65 أو دقيق الخبز، ممكن تستخدموا دقيق متعدد الاستعمالات. نخلط المكونات لتتكون كتلة من العجين. طبعا هون بهالمرحلة ما عم نعجن، عم نخلط خلط. طبعا هون مثل ما ملاحظين أنا عم بستخدم السكريبر أو السباتولا بإيدي، هي فلكسبل، ممكن تستخدموا أي سكريبر تاني أو ملعقة خشب إذا بتحبوا، حتى ما وسخ إيدي من الأول ويصير كل عجين. أوكي، مثل ما ملاحظين بتستخدم هاي الطريقة هاي حتى شكل العجين وما يبقى فيه يعني دقيق جاف. بعدين شوي بستعين بأصابعي للمها للعجين، أتأكد إنه ما في قطع من العجين متبقية. هاي المرحلة بسموها الأوتوليز، بغطيها بتركها لمدة ساعة، وبعد ساعة بنرجع لنضيف لها الخميرة. هلا بعد ساعة بنكشف الغطاء، ملاحظين قوام العجين كيف؟ العجينة متماسكة وشادة وقوية، بس مجرد لأنه تركناها لمدة ساعة. بنضيف عليها الخميرة الطبيعية السائلة والناضجة، بعدين بنبدأ نخلط بإيدنا حتى تمتزج الخميرة الطبيعية مع الأوتوليز أو مع العجينة اللي كوناها من ساعة. أوكي، هون إحنا ما عم نعجن، هو مجرد خلط حتى تتجانس المكونات مع بعضها. بنغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة. بعد نصف ساعة بنضيف الملح مع متبقي المي، بمزجهم مع بعض، بنزل الملح، وبعدين بلش أخلط المكونات حتى كمان يمتزج الملح بشكل تام مع العجينة. ملاحظين قوام العجين كيف قوي، مجرد لأنه ريحنا العجينة. هلأ امتزج الملح، بنغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة تتخمر على مهل. بعد نصف ساعة بنكشف الغطاء، بنبدأ نعمل لها ستريتش اند فولد أو عملية الطي. نجيب سكريبر بنمررها على الحواف حتى يصير سهل إن نمسك العجين من الأسفل. ملاحظين قديش رخوة، بنشدها هيك بهالطريقة من كل الجهات بشكل كامل لحد ما تقاوم، بعدين بنوقف حتى ما تتمزق. بنغطيها وبنترك كمان لنص ساعة. بنرجع بعد نص ساعة بنعمل لها كمان نفس طريقة المد والطي، بس هالمرة حتكون شوي قوية أكتر، أقل رخاوي لكنها بعد رخوي. المرة عم بستعين بإيدي اثنين وأنا عم بمدها لأنه في قدر من الرخاوي بعدها موجودة، كمان لأنها بلشت تتقاوم كمان. أوكي، بغطيها وكمان بتركها لمدة نصف ساعة نعمل لها الفولد رقم ثلاثة أو الطي الثالث. ملاحظين العجين انتفخت، هون بنعمل لها الطي الثالث كمان لكن شوي أخف من المرحلة الثانية والمرحلة الأولى. بنمدها بإيدين اثنين من النواحي الأربعة كلها، ما بنزيد عن أربع مرات بس. ملاحظين صارت قوية وبتقاوم. بنغطيها وبنتركها لمدة ساعة ونصف، ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبا حسب حرارة المطبخ. أنا هون تركتها ساعة ونصف، بتكون جاهزة طبعا للتخمر. هاي العجينة انتفخت، بنرش سطح العمل بشوية مي ونقلب العجينة بالطريقة هاي باستخدام سباتولا طبعا حتى ما تتمزق. بعدين بنقطعها لجزئين، يعني تقريبا كل وحدة حوالي 800 جرام. طبعا عم بستخدم الوعاء نفسه اللي كان فيه العجين يكون على الميزان لأنه بسهل علي العمل كون الميزان عندي صغير. أوكي، نعمل التشكيل الابتدائي أو البري شيبينج بهالطريقة هاي. نستخدم البنش نايف أو مقطعة العجين
لأنه نشكل أو التشكيل الابتدائي. كذلك بالنسبة للعجين الثانية بنعمل نفس الطريقة، بنشكلها تشكيل ابتدائي أو الراوندينج بسموها. طبعا ما بنوصل لمرحلة إنه نمزقها، بنعطيها بس هذا القوام القوي وبنتركهم يرتاحوا لمدة 30 إلى 40 دقيقة. إذا جو دافئ 30 بكفي. طبعا هون أنا ما غطيته لأن المطبخ عندي كان دافئ ورطب. إذا كان الجو الشتاء أو كان في مكيف شغال بنصح إنه تغطوهم طبعا بمشفي أو قطع من القماش أو حتى نايلون إذا بدكم. نقلب العجين ونشكله بهذه الطريقة. إذا كان عم يلزق بنحط شوية دقيق من الأسفل، بعدين نطوي العجين بهالشكل بطرف صبيانة حتى ما تتمزق العجينة. بنحافظ على الغازات المحتبسة بقلب هالعجينة من أثر التخمر، بنحطها على جنب شوي حتى الأفلات أو الطي مكان الطي يسكر. نجيب العجينة التانية كمان وبنقلبها للوجه الآخر، بنمد الأطراف للنصف بالشكل هيدا. ملاحظين عم اشتغل بأطراف صبيعي لأن العجينة حساسة وما بديها تتمزق وتخسر كل هالغازات اللطيفة اللي بنتها من أثناء التخمر، لأنه هذا كمان بيعطيها يعني قوة ومتانة وخليها تنتفخ بالفرن بشكل جميل جدا. هدول العجينتين برش عليهم دقيق وبقلب العجين للناحية الأخرى. بتصير الأفلات العجين أو الطي تبع العجين من الأعلى ومنغطيه ونتركهم بالثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل. تاني يوم الصبح بجيب قدر كون حميته أنا لأعلى حرارة تقريبا 250، أنا برش سيمولين على الوش وبقلب العجينة، يعني ما نزلت بالمكان الصحيح ما بيأثر، بحركها شوي بشقها بالموس بغطيها وبحطها بالفرن لمدة تقريبا 20 دقيقة مع بخار أو 20 دقيقة مع غطا. بكشف الغطا وبرجع بكمل مرتين 20 إلى 25 دقيقة بدون غطا، وهيك النتيجة طلعت خبز كتير كتير ناجح. شوفوا انتفاخه ما شاء الله كتير حلو، جميل جدا، القشرة الخارجية متحمرة بالطريقة الصحيحة والانتفاخ ممتاز. كمان نفس الشي بالنسبة للعجين التاني، بنحمي الفرن أو بنحمي القدر كمان زيادة شي 10 دقايق، بعدين بننزل العجينة التانية. لو نزل معها القماش ما بيأثر، اوكي بنحركها شوي يعني لتكون بالمنتصف، وبنشق العجينة ونغطيها ونحطها بالفرن مرة تانية نفس الطريقة. نخبزها لمدة 20 دقيقة مع غطاء و20 دقيقة بدون غطاء. شوفوا انتفاخها قد جميل، العجينة فعلا فعلا رائعة. هاي النتيجة بعد تقريبا مرور 40 دقيقة على الخبز. قشرة متحمرة ومقرمشة ولب متفتح، فعلا فعلا هذا الخبز جميل. نتركها ترتاح ساعة وصار وقت التقطيع. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد. لب جميل ومتفتح، هذا الخبز من أروع المخبوزات اللي ممكن تعملوها بالبيت. بنصحكم تعملوه، كتير خفيف وكتير لذيذ وسهل، بس بده وقت. إن شاء الله تجربوه. شكرا كتير للمتابعة ومع السلامة.